أغرب قصة حروب حصلت في تاريخ المسلمين. سيدنا أبو بكر خايف من مين؟ من سراقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي كان يقاتل في معركة من المعارك وسيفه انكسر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرجونا أو عودا، فصار العود أو العرجون في يد هذا الصحابي سيفا. القائد المسلم الذي أدخل الإسلام في 15 دولة. هل سمعت أن إبليس نصح أحدا من الأنبياء؟ رؤيا غريبة تراها امرأة وهي عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل معركة بدر. دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، قالوا وكيف ذلك؟ هل تتخيل أن سيدنا عمر يغلب الجني ويصرع الجني، يعني يهزمه ويغلبه؟ اسمع القصة الجميلة، حقا إنها قصة عجيبة. لماذا؟ صحابي يخرج من أجل أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خلال القصص التاريخية والقصص النبوية هناخد لكم كل يوم في رمضان قصة عجيبة ونعيش مع دروسها التربوية. انتظرونا في رمضان. واسمع إذا لجمال قصتنا العجيبة.